مصري يعني يعتبر انه مو الرصيف، لا ما ماشي بالشارع عادي يعني، لا ما يصير تمشي بالشارع. بقدرة قادر، هم الناس الوحيدة في العالم اللي بتقدر تعبر الشارع بكل جرأة، ما فيش حد بيعرف يعملها غيرهم. الجزء اللي فات ده قاله بلوجر كويتي شهير على تيك توك، شاف بعين وعمايل المصريين في الكويت وكل بلاد العالم. ايه اللي عملوه المصريين بالظبط في الكويت وزي اللي بيعملوه ده بيعتبر من الخوارق اللي قارب بينهم وبين الهنود؟ كل ده واكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. كل يوم ميزة شكل بيتم اكتشافها في المصريين، قدرات غير عادية متميزين بيها عن كل بلاد العالم. يمكن يشاركهم في ميزة النهاردة ده عدد قليل جدا من بلدان العالم. وقعت النهاردة أخذ باله منها بلوجر كويت شهير على تيك توك، وقعت النهاردة أخذ باله منها بلوجر شهير على تيك توك وهو كويتي، حب يلفت النظر ويسلط الضوء عليها. الميزة دي شافها البلوجر الكويتي في شوارع الكويت بالصدفة وبدون أي ترتيب. أخذ باله البلوجر الكويتي إن المصريين في الغربة وكل بلاد العالم عموما يعني، وهم بيعدوا الطريق بيعدوا بطريقة كأن الشارع كله على بعضه ملك ليهم، ولو في عربيات أو حاجة معدية في الشارع بيعدي من قدامها عادي ولا في أي حذر أو تنبيه منه ولا حتى حساب إن العربية ممكن لا قدر الله تلمسه وهي معدية، وده إن حصل هيبقى في مشكلة كبيرة جدا على الشاب المصري. بيحكي البلوجر الكويتي إن المصريين في الغربة عندهم جرأة مش عند حد تاني إطلاقا، ومفيش أي حد زيهم، ده على العكس الهنود بيكونوا عكس المصريين جدا. الهنود زي اللي شغالين في الكويت، لو حظه جابوا إنه لازم يعدي الشارع مثلا في عربية بتعدي وقتها، هنا الهندي بيعدي الشارع بسرعة جدا وبخوف كبير كأنه عاوز يختفي، حتى قلبهم مش جامد ومش جريء زي المصريين. المهم ان اللي بعد اللي قاله البلوجر الكويتي ده المصريين ردوا عليه على فيسبوك وتيك توك وشرحوا وجهة نظرهم ليه بيعملوا كده وليه هم عندهم القدرة انهم يعملوا كده. في الاول في من الجمهور اللي شرح له ان الامر مش سهل وان الصح احترام اشارات المرور والالتزام بالاماكن المخصصة للسير في الطرق، وده افضل شيء ويجب الالتزام بيه اصلا، اما اللي مش بيلتزموا دول جزء لوحدهم. بس برضو شرحوا ليه بيعملوا كده وازاي عندهم القدرة لكده اصلا انهم يعدوا الشارع رغم ان في عربيات ومواصلات رايحة جاية. الجمهور المصري رد على البلوجر السعودي وقالوا له ان المصريين بيعملوا كده في الغربة لانهم متعودين على كده في مصر، اغلى شوارع مصر ما فيش فيها رفاهية انك تلاقي كوبري او ممشى للافراد موازي للشارع، وده لسه بيتعمل الفترة دي، انما قبل كده كانت الامور ماشية بطريقة عشوائية جدا وما كانش فيها اي نظام اطلاقا. بسبب تعود المصريين على تعدية الطرق الشكل ده في مصر بقت دي عادة عندهم في اي مكان في العالم، يشوف العربيات محوطاهم من كل مكان وبرضه يصمموا يعدوا الشارع بالعرض، وده بدون الالتزام باي ممرات مخصصة للافراد. ده في حتى اللي بيتعرضوا لغرامات كبيرة بره نتيجة عدم التزامهم بالحارات والاماكن المخصصة لسير الافراد في الطرق، بيحصل للمصريين في اوروبا على فكرة. في النهاية انتم ايه رأيكم في العادة اللي بيعملوها المصريين دي؟ شاركوني برأيكم في التعليقات.